المعتبره من جميع فرق ديال انحاء المغرب مشاركين، والمشاركه كانت ممتازه، وشفنا فرق اللي عمرنا ما شفناهم، واول مره تنشوف فرقه فيها مرأة عضو نسائي. علاش ما تكونش اقترحت عليه علاش ما تكونش يديروا فرقه نسائيه لعبيده الرمه؟ ممتاز ممتاز مرتفع، والفرق معتبره كلهم تبارك الله متمكنين وكلهم عندهم ما يقولوا. الله يوفق الجميع. ان نكون اليوم بمدينه ابي الجعد العامره مع نخبه من المثقفين الذين يهتمون بتراث عبيده الرمه برئاسه عبد ربي الشرقي النصراوي وعضويه وتقرير الاستاذ الحبيب الناصري وعضوية أكريديس وشيخ من شيوخ عبيدة الرمة، بالإضافة إلى فعاليات تنتمي إلى عمالة إقليم خريبكة والمجلس البلدي ومناطق أخرى. وبهذه المناسبة أقول بأن هذه الإقصائيات تمر في جو علمي، لأن هناك معايير ستعتمدها اللجنة من أجل أن تكون معنا في النهاية أجود وأحسن الفرق على المستوى الوطني. نعم هناك الآن 18 مجموعة، يمكن في اعتقادي إلى الآن هناك 7 مجموعات حققت انسجام مع هذه المعطيات ووصلت النقطة إلى 18/20. وبهذه المناسبة أحيي هذه المجموعات التي حافظت على هذه الميزات التراثية واستطاعت فعلاً أن تقدم الدليل على أن الشباب المغربي معتز بتراثه، معتز بانتمائه، معتز بوطنيته، قادر على إعطاء المزيد لو أعطيناه وشجعناه وكوناه تكوينا صارما في المستقبل القريب. لتغطية هذه التظاهرة اللي هي عبارة على الإقصائيات المنظمة لانتقاء الفرق المشاركة، الفرق التي ستشارك في مهرجان عبيدة الرمة الدورة 21/2022 والذي تنظمه وزارة الثقافة بإشراف من المديرية الإقليمية للثقافة بخريبكة حفاظا على هذا التراث العريق المغربي.